أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في امر الامامه من كتاب الكافي الشريف الحديث التاسع عشر وهو آخر أحاديث هذا الباب رسالة دارت بين يحيى ابن عبد الله وبين الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام يحيى بن عبد الله خرج على السلطه في زمن هارون العباسي ودعا الى الرضا من ال محمد وكان يدعو الى نفسه حسب ما ورد في هذا الحديث الشريف فلم يبايعه الامام موسى بن جعفر ولم يحث الناس على الالتحاق به فكتب إلى الإمام موسى بن جعفر رسالة عنيفة يعاتبه على عدم التحاقه به، فالإمام الكاظم عليه السلام كتب في جوابه رسالة فيها مجموعة من الأمور والامام في رسالته كان يستعمل التقيه ايضا لان الرساله قد تقع بيد السلطه وليست كالكلام اذا واحد نقل كلام قد يكون هذا الكلام كذبا او يمكن انكار ذلك الكلام رساله مكتوبه وثيقه فلذلك في الرسائل تراعى ما لا يراعى في الكلام وبالفعل هذه الرسالة وقعت بيد هارون العباسي وهو ذهنه كان مشوبا بالنسبة إلى الإمام الكاظم، فهذه الرسالة أخرت اعتقال الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، لأنه لفترة اطمأن من أن الإمام الكاظم لا يريد الخروج عليه. لكن بعد ذلك الوشاة أيضا تحركوا وبالنتيجة قرر هارون العباسي اعتقال الإمام الكاظم وبعد ذلك قرر هارون العباسي اعتقال الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وسمه في السجن فكتب إليه أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ما نصه من موسى بن جعفر أبي عبد الله وعلي مشتركين علي هنا قد يراد به علي بن جعفر شقيق الإمام موسى بن جعفر وقد يراد به الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أكبر أبناء الإمام موسى بن جعفر، لعل الجواب المشترك لأجل إبعاد السلطة عن النكال والتنكيل بهما مشتركين في التذلل لله وطاعته، التذلل الخشوع والخضوع القلبي، لأن كلمة الذلة في اللغة العربية لها استعمالان، استعمال بمعنى الهوان، الذل بمعنى الهوان، وقد يكون بمعنى التواضع من غير هوان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هنا حينما الانسان يتذلل لابويه في كبرهما هذا ليس تذللا عن هوان وانما هو تواضع لهما الانسان عندما يتذلل الى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يرفع قدره ليس الذل فيها هوان وانما ذل فيها عزه حينما الانسان يتذلل الى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعزه فان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين في التذلل لله وطاعته. يعني نتواضع الى الله ونطيعه ونحن مشتركين في ذلك. الى يحيى بن عبد الله بن الحسن، اما بعد فاني احذرك الله ونفسي. الانسان لازم يحذر بطش الله سبحانه وتعالى، ان بطش ربك لشديد. ويحذركم الله نفسه. التحذير التخويف من الضرر. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لكن الانسان بمعصيه الله سبحانه وتعالى قد يفقد القابليه للرحمه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعذبه، اذا في مجال للعفو الله يعفو لكن أحيانا ليست من الحكمة ليس العفو من الحكمة ولذا الله سبحانه وتعالى لا يعفو لأن الله حكيم والحكيم لا يعمل العبث واللغو وما ليس بصالح فإني أحذرك الله ونفسي وأعلمك أليم عذابه وشديد عقابه وتكامل نقماته. النقمة هي ضد النعمة. ولعل المقصود في هذا الحديث بقرينة المقابلة النقمة في الدنيا. وأليم عذابه وشديد عقابه. هذه كلمات مترادفة ولعل بينها فروق تذكر للتأكيد، لأنه أحياناً العذاب يكون أليماً لكنه ليس بشديد، وأحياناً العقاب يكون شديداً لكنه ليس بأليم ألم جسدي، مثلاً إذا واحد يُحبس حبساً أبداً. هذا عقاب شديد لكنه ليس فيه الم جسماني وقد يكون عذاب اليم لكنه ليس بشديد مثلا واحد يؤمر بتعزيره بصوت واحد يضرب صوتا واحدا فيه الم لكنه يقال انه عقوبه خفيفه ليست عقوبه شديده الله سبحانه وتعالى بحكمته ينتقم يعاقب يعذب لمن استحق ذلك ولم تكن له قابليه للعفو لانه اذا الى قابليه للعفو الله سبحانه وتعالى يعفو ذكرنا فيما مضى في تفسير الحديث الشريف سبقت رحمته غضبه انه اي مكان في مجال للعفو في الحكمه الله سبحانه وتعالى يعفو يعني إذا واحد تسعة وتسعين بالمية يستحق العقوبة واحد بالمية يستحق الرحمة بلطف الله الله سبحانه وتعالى يرجح هذا الواحد بالمية على التسعة وتسعين بالمية ويعفو عنه لكن أحيانا ما بأي مجال في الحكمة هنا الله سبحانه وتعالى لا يعفو لان الله حكيم. احيانا النقمة تتكامل. الله سبحانه وتعالى في الدنيا ينتقم وفي الاخرة ينتقم. احيانا العذاب شديد. احيانا العذاب اليم. فاحذر لا تدعي ما ليس لك. انت اذا مو امام من الله سبحانه وتعالى. ما لك حق ان تدعي الامامه الامامه من اصول الدين مثل واحد يدعي النبوه اذا واحد ادعى النبوه وهو ليس بنبي كافر هذا اذا واحد ادعى الامامه من الله وليس هو بامام هذه معصيه كبيره عظيمه جدا وأوصيك ونفسي بتقوى الله. أوصيك أنت وأوصي نفسي بأن نحذر من الله ونتقيه. لا ندعي ما ليس لنا. أحيانا الإنسان يُظلم لكن يريد الإنتقام فهو يظلم. لذا الآية الشريفة تقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، ليش؟ القصاص من حقك. لكن ان تعفو اقرب الى التقوى لماذا لان الناس في الانتقام يتجاوزون الحد عاده الايه الشريفه تقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بالنسبه الى ابن ملجم لعنه الله يقول ضربة بضربه ولا يمثل بالرجل كما في نهج البلاغه احيانا واحد يظلم يجون من عشيره شخص من عشيره يقتل شخصا اخر من عشيره اخرى يعني الحكم الشرعي شنو هو القصاص تاخذ القاتل بعد ثبوت القتل شرعا ضمن الضوابط الشرعية، ولي الدم يقتص من القاتل، لكن أحيانا تشوف هاي العشيرة تهجم، تهجم على تلك العشيرة، تقتل منهم عشرة، والعشرة كلهم أبرياء مثلا. هذا تعدي عن حدود الله سبحانه وتعالى. أحيانا يقتص ويظلم القاتل، هو قاتل يستحق القصاص. لكن أن تظلم زيادة على القصاص هذا لا يجوز أنت الآن بنو العباس ظلموك وظلموا الأمة هذا لا يجوز لك أن تدعي منصبا إلهيا لم يجعله الله سبحانه وتعالى لك وفي الحديث الشريف لا يطاع الله من حيث يعصى انت بالمعصيه تريد توصل الى طاعه الله ما يصير هذا الشيء الله سبحانه وتعالى طاعته نظيفه طاهره لا يمكن ان تكون مقدماتها قذره وصخه والغايه لا تبرر الوسيله واوصيك ونفسي بتقوى الله فانها زين الكلام وتثبيت النعم، يعني انت عندما توصي واحد وتوصي نفسك بتقوى الله هذا كلام جميل جمال الكلام بالتوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، بس مو مجرد كلام اكو واحد مجرد كلام لا وتثبيت النعم الها فائدة بالتزام الإنسان بالتقوى وبلطف الله سبحانه وتعالى للمتقي، بحيث ان الله سبحانه وتعالى يثبت تلك النعم، "لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". الله أنعم عليك نعمة، هاي النعمة تريد تثبتها، كيف تثبتها؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا بعض الناس لا يتكلم بكلام ويعمل خلاف ذلك الكلام الحجاج ابن يوسف الثقفي معروف كان منطيقا بليغا حافظا للقران فلذا كان يصعد المنبر ويعظ الناس بمواعظ فكان يبكي ويبكي فعن بعض التابعين أنه قال إنه على المنبر يتكلم بكلام الأنبياء فإذا نزل عن المنبر بطش بطش الجبارين لذا الإمام موسى بن جعفر هنا يقول فإنها يعني الوصية بالتقوى زين الكلام تجمل كلامك وتزينه بهذه الوصية وتثبيت أنها مو فقط وصية مجرد وصية بدون عمل لا مع عمل العمل الذي يثبت النعم. أتاني كتابك تذكر فيه أني مدع وأبي من قبل، وما سمعت ذلك مني، وستكتب شهادتهم ويسألون. هو اتهم الإمام أنه يدعي ما ليس له. وكذلك اتهم الإمام الصادق بأنه يدعي ما ليس له. سؤال هل الإمام الصادق والإمام الكاظم ادعيا ما ليس لهما؟ كلا، حاشاهما. إذا ادعيا أمرًا فإنما ادعيا ما جعله الله سبحانه وتعالى لهما. طبعًا هذا الكلام فيه إيهام، لأنه احتمال سقوط الكتاب بيد السلطة كان يستدعي أن يُذكر كلامًا لا يستفز السلطة، لذا الإمام قال: تذكر أني مدع وأبي من قبل وما سمعت ذلك مني أنت سمعت مني أني أدعي ما ليس لي لم تسمع ذلك مني وستكتب شهادتهم ويسألون هذه آية من القرآن الكريم الإمام ضمنها في رسالته أنت لا تتصور أنه قلت كلام انتهى لا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كل كلمه تسجل كل حركه تستنسخ ويوم القيامه سجل اعمال الانسان تؤتى اليه به اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. لان الاخره الله سبحانه وتعالى اراد ان يظهر عدله، وان يعلم كل انسان يدخل الجنه بانه لا يدخلها الا بفضل الله سبحانه وتعالى، مو باستحقاقه. وكل انسان يدخل النار. لا يدخلها الا باستحقاقه جزاء سيئة بمثلها فهذا يستدعي ان تحضر الشهود وان تحضر الاعمال ووجدوا ما عملوا حاضرا الشهود من الملائكة من الانبياء والأئمة من اعضاء الانسان نفسه شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم الله سبحانه وتعالى يقول وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا بعد انتم ليش قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وستكتب شهادتهم ويسالون ولم يدع حرص الدنيا ومطالبها لاهلها مطلبا لاخرتهم. الامام يعرض به لانه هو في رسالته اهان الامام عليه الصلاه والسلام بانك تدعي ما ليس لك. الامام يقول له انه الذين يطلبون الدنيا طلب الدنيا لا يترك لهم مجالا لطلب الاخره. الدنيا والاخره ضرتان. اذا رضيت احدهما اسخطت الاخرى ما تقدر انت ترضي كليهما وحتى الذين الدنيا اقبلت عليهم كثير من الامور يتركونها من الدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى اذا كانوا متقين تجي اموال محرمه ما يتصرف فيها اكو بعض التجار المتدينين تجي تجارات فيها ارباح كثيره ما يقدم على تلك التجارة ليش لأن فيها حرام فيها ربا فيها بيع وشراء للحرام وما إلى ذلك تجي مرأة من الحرام يمنع نفسه تجي سلطة من الحرام يمنع نفسه عنه يمكن تشوف دنيا جيدة لكن كثير من أمور الدنيا محرمة فيمنع نفسه عنها وفي الظاهر لعله يخسر لأن الدنيا والآخرة ضرتان، لذا الإمام يقول: ولم يدع يعني لم يترك حرص الدنيا ومطالبها لأهلها مطلباً لآخرتهم، لأنه إذا طلب الدنيا خلاص ينسى الآخرة، ما يبقى مجال للآخرة، حتى يفسد عليهم مطلب آخرتهم في دنياهم. يعني بسبب الدنيا الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا بطريقه اذا طلبتها من حرام راح ما يبقي لك مجال لطلب الاخره. زين من ضمن رسالته ان الامام الكاظم ثبط الناس عنه لأنه ضعيف الرأي مثلا لأنه يخاف والعياذ بالله الإمام يقول له أنا ما أخاف لكن لم أطلب السلطة لأني لست راغبا فيها أحيانا الإنسان قادر على شيء لكن لا يفعله لماذا لا تفعله رغبة عنه لا أريده واحد بطل شجاع يمكن واحد إنسان ضعيف جبان يسبه هو يقدر يروح يضربه لكن لا يفعل ذلك نقول ليش ما تقدر يقول لا أقدر لكن أنا ما أنزل إلى هذا المستوى واحد يسبك بالشارع أنت ما تجاوبه لا خوفا وإنما تعففا وترفعا الإمام يقول أنت تقول أني لا أطلب خلافه والسلطه لاني اخاف لاني جبان لاني كذا لاني كذا، لا ليست هذا وانما لاني لا ارغب في ذلك. هسه ليش الامام لا يرغب في ذلك؟ هو حقه لان الامامه منصب رباني من جمله شؤون الامامه السلطه. هذه من جمله شؤون الامامه الربانيه. لكن الامام لا يرغب في تلك السلطه. لماذا؟ لأن ما كان مصلحة في ذلك الإمام ما يخاف كان يتمكن من أن يجرد سيفه ويقاتل ويقتل ما إلا مشكلة في ذلك ولا خوف في ذلك لم يفعل ذلك لأنه لم تكن مصلحة للدين في ذلك والأئمة عليهم الصلاة والسلام يرجحون إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمه على كل شيء في الوصية النازلة من السماء على رسول الله صلى الله عليه واله مع بيان وظيفه كل امام تلوناها فيما مضى لم تكن في تلك الوصيه النازله من السماء على رسول الله صلى الله عليه واله بيان ان الامام موسى بن جعفر عليه ان يخرج بالسيف مثلا لا لم يكن في ذلك بل امره بالصبر وذكرت اني ثبتت الناس عنك لرغبتي فيما يديك يعني أنا أطمع في السلطة اللي أنت الآن محصلها في المدينة الكذائية وتتصور أنه بعد كم يوم تتمكن من القضاء على بني, عب بني العباس وتصير أنت السلطان والخليفة الإمام يقول وما منعني من مدخلك الذي أنت فيه لو كنت راغبا ضعف عن سنة ولا قلة بصيرة بحجه إذا أنا ما أطلب السلطة مو معناه أني،, أني ضعيف لا أعرف سنة رسول الله صلى الله عليه واله ولا أعرف الأدلة الشرعية في ذلك. لا ليس ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى خلق الناس أمشاجاً وغرائب وغرائز. طباع الناس تختلف، ورغبات الناس تختلف. واحد يرغب في التجارة. واحد يرغب في الدراسة اللي يرغب في الدراسة مو معناه أنه ضعيف عن التجارة لا يشوف أنه الدراسة بالنسبة إليه أحسن أو ذاك التاجر قد لا يكون ضعيفا عن الدراسة لكن يرجح التجارة لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس أطوار مختلفة طبائع مختلفة أمشاج الله سبحانه وتعالى يقول إنا خلقنا انسان من نطفه امشاج يعني اجزاء مختلفه اختلط بعضها ببعض فتكونت النطفه وغرائب وغرائز المقصود ان افكارهم قابلياتهم طبائعهم هذه تختلف طريقه التفكير تختلف بما يثير التعجب لذا عبر عنه بالغرائب الغرائز يعني الطبائع الله سبحانه وتعالى خلق الناس باطوار مختلفه بعدين الامام يعرض له هو أحاني الامام عليه الصلاه والسلام الامام يبين لان انت عندك مشكله نفسيه لذا انت لازم تعالج نفسك في بعض الاحيان اشخاص الهم قابليات كبيره لكن الهم امراض نفسيه هتلر قائد النازية في الحرب العالمية الثانية كان عبقرياً، حقيقةً كان عبقرياً، لكن كان فيه مرض نفسي الذي يعبر عنه بجنون العظمة. هذا جنون العظمة المرض النفسي سبب أنه عبقريّة يصرفها في ما حطم به ألمانيا وجزأها وجعلها محتلة. والى يومنا هذا تعاني اثار ما فعله هتلر. الإمام عليه الصلاة والسلام طبعا بطريقة لبقة ومؤدبة، يقول فأخبرني عن حرفين يعني عن مطلبين أسألك عنهما ما العترف في بدنك وما الصهلج في الإنسان، ثم اكتب إلي بخبر ذلك. العترف داء خبيث يحرك الإنسان فيما لا ينبغي يعني يسبب أن الإنسان يتصرف تصرفات غير سليمة مرض نفسي أحيانا يكون مرض بدني ب... ولكن إلى آثار نفسية لأن العلم الحديث الطب ماذا يقول؟ يقول أن الإنسان في بدنه غدد هذه الغدد تفرز افرازات في الدم، هذه الافرازات تسبب الحالات النفسيه المختلفه في الانسان، قد يكون خلل هرموني يسبب مرض نفسي، واحيانا بالعكس، مرض نفسي يسبب خللا في البدن. الامام ما قال له انت مريض نفسي، وانما ساله ما العترف في بدنك؟ وما الصهلج؟ الصهلج عرق حسب تعبير الطب القديم، ولعله يراد به هذه الغدد والله اعلم. ما العترف في بدنك؟ وما الصهلج في الانسان؟ زين، بعد ذلك في نهاية الرسالة الإمام يدعوه إلى أن لا يخرج على السلطان العباسي. هذا الكلام الإمام كتبه لأن الرسالة فيما بعد وقعت بيد هارون العباسي فقال قال الجعفري راوي الحديث فبلغني أن كتاب موسى بن جعفر وقع في يدي هارون فلما قرأه قال الناس يحملوني على موسى بن جعفر وهو بريء مما يرمى به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بالعقائد وبالاحكام هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين